هو ايه حكاية المخازن العملاقة اللي بتعملها الدولة اليومين دول؟ ويا ترى السيسي ناوي على ايه في الايام اللي جاية؟ واشمعنى التوقيت ده بالذات؟ تفاصيل كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده، فخليكم معانا للاخر. بانكير، نبض البنوك. لو متابعين في خبر عدى علينا كلنا ومحدش خد باله منه اليومين اللي فاتوا، لكن معناه كبير جدا ويعرفنا قد ايه الرئيس السيسي بيفكر ببعد نظر وقبل غيره بسنين وبيشوف الخطر من بعيد، وهو بناء مخازن ضخمة استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية. طب ايه حكاية المخازن دي وللدولة بتصرف عليها 8 مليار جنيه؟ شوف حضرتك، دلوقتي الحكومة شغالة في إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم الانتهاء منها في السنة الجاية 2025 باستثمارات هتوصل ل 8 مليار جنيه، ودي هتكون بهدف تأمين الأمن القومي للأدوية والمستلزمات الطبية والتحكم في منظومة من أخطر المنظومات اللي ممكن تمس حياة الشعوب، وكلنا شفنا اللي حصل في جائحة كورونا والبيات اللي ضاعت عشان ما كانش عندها مخزون من الأدوية، واللي ما تقلش في أهميتها عن مخزون القمح والزيت والسكر لأنها بتتعلق بحياة الناس. مصر فكرت تعمل مخازن استراتيجية ضخمة، وتقدر تتخيل حجم المخازن دي من قيمة التكلفة الضخمة عشان ما تكونش تحت رحمة شركات الأدوية العالمية في أوقات الأزمات، وهتقعد تدور على لقاحات أو عقاقير في وقت الأوبئة. ومصر من الآخر بتبني احتياطيات ضخمة من الأدوية زي احتياطيات الغاز والبترول والنقد الأجنبي اللي في البنك المركزي، والمخازن دي بيملكها شركة المخازن الاستراتيجية التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد وصندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وبتتوزع أماكن المستودعات في 6 محافظات هي القاهرة، إسكندرية، والدقهلية، قنا، المنيا، والإسماعيلية. طيب في أسباب تانية اقتصادية غير الأسباب الاستراتيجية اللي قلنا عليها؟ ايوه طبعا، وده لان سوق الدواء المصري عانى كتير من نقص في بعض الاصناف وزيادات متتاليه في الاسعار خلال السنين اللي فاتت، وده بسبب نقص المواد الخام اللازمه للانتاج او تكدسها بالمواني لعدم وجود السيوله الدولاريه المطلوبه للافراج عن البضائع وقتها، وده مثل خطر كبير جدا على قطاع الصحه في مصر واللي بيتعلق زي ما قلنا بحياه الناس والمرضى وامدادات المستشفيات. ومصر دوله فيها صناعه ادويه قويه، لكن ده ما يمنعش يكون عندها مخازن استراتيجيه ورصيد كبير من الأدوية يضمن عدم حدوث أزمة من جهة، ومن ناحية تانية تعمل توازن في الأسعار لو حصلت أزمة عملة زي اللي شفناها في السنة اللي فاتت. المشروع بيحظى باهتمام ومتابعة خاصة من الرئيس السيسي حسب المعلومات اللي حصلت عليها بنكير، لأنه مشروع بيمثل تأمين مهم للشعب المصري. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير، نبض البنوك.